البوست معروف هنا في الحي هذا. وش رايك في الخرجه اللي يديروها الجاليه الجزائريه في بريطانيا وفرنسا وكندا حول الخطوط الجويه الجزائريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ البوست من قبا عايش في الاكليل. هذه الرساله للرئيس بوتفليقه والحكام تاع الجزائر، ان شاء الله ربي يهديهم وينقصوا لنا شو ليبيه، على خاطر الناس على بالي باللي رانا في ازمه اقتصاديه في العالم هذه، والبي 500,000 ليف ستيرلينغ ومنها بزاف، لازم يعاونوا شويه الناس، يحطوا منها الناس مزوجين بدراري ومنها فهمت؟ ايه 4 دراري دوك انت ب 700 تاع باك لي فاكونس سكولير في جوي اوت ما يقدرش يحبط، يحطوا البي الواحد تاع باك سيدي يحبط يشوف والديه، اللي يحبط يشوف ايه رمضان ومنها، ومادا بينا درهمنا فهمت؟ خلني نروحوا لاكريس ونروحوا للطاليان ونروحوا لفرنسا، نيس مونتي كارلو سان تروبي، كاين اللي رايحين فلوريدا، انا حبيبي رايحوا لفلوريدا فهمت؟ مادا بينا تزيد ديهم يعاونوا المساكين ويعاونوا اليتامى ويعاونوا الاقتصاد الجزائري ومنه كامل، ان شاء الله هذا الدراهم حنايا ما يديهم حتى واحد. كيما راني شايف ان شاء الله نهار اللي كان الرئيس بوتفليقه كان راح يطلع، جاو هنا الصحفيين هضرت معاهم قلت لهم كي تحطوا ان شاء الله هضروا مع الرئيس والحكومه الجزائريه، قولوا لهم يا ودي انتم راكم صحفيه مرسولين ما يديروا لكم والو، احكيوا الحق. قلت لهم يا ودي كاين ناس بزاف هنا ما تجوزوش العسكر، راهم يروحوا فاكونس لفلوريدا كندا لاستراليا سان تروبي مينيسوتا كل واحد وين رايح. قلت لهم يا ودي نحطوا لبلادنا، قولوا الرئيس عطينا كارت تاع الارمي، احنا رانا كبرنا من كامل، عطينا كارت تاع الارمي نحطوا للبلاد، نجوزوا لي فاكونس في البلاد ونشوفوا والدينا ونشوفوا فاميلتنا وعائلتنا وبلادنا ونعوموا في البحر ديالنا ومنا كامل. والدراهم هذوك تديهم الجزائر يا اخي، نديهم الامريكان وديهم اسبانيا خوان كارلوس والطاليان برلوسكوني يضل يتزوج ولا كراس ومنا كامل، احنا ماذا بينا يديهم الجزائر، يديهم الجزائر ان شاء الله وادي خرجت من الموضوع. كما يقولوا برف، كما يقولوا لي فرونسي برف، ان شاء الله تنقصوا لنا ليبيا وتسقموا لنا البلاد، ورانا كاع تزيريين والحكومه راه مزيريه كما قال عماري مور الازمه هذه تاع الحربيه تاع التسعينات. ست في لي جينيرو قدامهم قال لهم هاملي، قلتوا يا خويا يهود وقلتوا كفار، هاملي جينيرو هادو كاع تزيريين كيما نتوما، هي اللي كاينه منها. هيا سيدي وريو لنا لي جينيرو والحكومه والبلاد ومنه كامل، ان شاء الله تسقموا البلاد وليبيا يحطوا والناس تحبط البلاد فهمت، تحبط البلاد وتشوف الجزائر وتشوف والديها وتشوف خاوتهم ونعاونوا بلادنا واليتامى والنصارى واسمو هذوك المساكين ان شاء الله، ودراهم تكبر وتيباسا وشي نوطاج ومنا وعنابه وجلفه وناس وهران وناس قنطينه فهمت. راهم الوف الجزائريين في الغربه يا سلام، الوف راهم الوف، طروازيام جينيراسيون، او سيد وليدو راهو مش انجليزي، الاخر عايش مع المانيا، الاخر عايش مع امريكان، عايش يحطوه، ناس حاطه في كندا، ناس حاطه في واشنطن، نيويورك، نيفادا، ويسكونسن، ميسيسيبي، صحاب روما، صحاب نابولي، سورانتو، ايه، صحاب مارسي، مانشستر، برمنغهام، غلاسكو، الحراج، القبة، وين تروح تصيب؟ باب الواد، وين تروح تصيب؟ وين تروح تصيب تيريه؟ راهم الوف الوف، يا ولد راهم البترول ما سحقوهمش، راهم دبي، ما لعبناهمش كاع بالبترول، نهار كامل خدموا بلادهم، نهار كامل في توريس، هذا بالتوريس، هذا يبني في لي زوتيل، لا جيستيون كيما قال الحراجي، فهم؟ لي زوتيل ومنا كامل، هاي كيفاش؟ ولازم كيما قال الاخر، لازم تنقيو شوية حاجة، المعرفة الناس حبوا لي زيميغري يشتيو لي، واحد مرتو انجليزية قالت لي سي سا لابا، الاخر مرتو فرونسيه قالت لي ما تجيش تحبط، صاحبي جا من نيويورك قال لي الفوحة، او كيما البرارك نحيتو تاع القبة تاع يكوبا ما شاء الله، لازم ينحيو لهم الحراج بن جراح نحيتو، زبلنا الانترفونسيون، حاشاكم زبل ومنا كامل لازم يتنحاو، عيب علينا مسلمين، ايه المسلمين هما الاولى اللي ينقيو، مهبولين بيزي هيا مال السلام عليكم يعطيكم الصحة، هذا الأخ البوس من قبة إلى الرئيس الحكومة بوتفليقة. Thank you very much, have a good day, pleasant life, and I hope that Algeria is going to be clean and prosperous and everybody is going to be happy. Go back.